ما كاينش هناك ازمه، بالعكس قدمنا واحد 7 مقابلات قبل من مباراه الفتح، قدمنا واحد اداء رجولي وحقق نتائج ايجابيه. 7 مقابلات ما نازمناش، جات مقابله صعيبه ضد فريق الفتح، كان هناك ضعف في التراوه البدنيه، ما بعد كان كثره التنقلات من مدينه لدينار. رغم ذلك انهم لاعبين قدموا الاداء اللي عليهم، حققنا نتيجه ايجابيه في المقابله السابقه، جينا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اليوم ضد فريق الرجاء البيضاوي. ما صعبناش الحظ، كان هناك بعد محاولات ما صعبناش الحظ، مازال ان شاء الله قادم مقابلات نعوضوا هذه النتيجه هذه اليوم ونزيدوا في سبورت تاع تيمشي. بصراحه ما سمعش المدرب شنو قال، كما قلتي نتايا حنا كندخلوا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه سواء داخل او خارج الميدان. اش غادي نقول لك، حنا لاعبين كنادو اللي علينا، كناخذوا التعليمات من الاستاذ هادي سكيشيوي، كنادو واحد الاداء اللي فوق الطاقه ديالك، راه كيما كيقول فوق الطاقه شي قالت ولام. هاد اللاعب من بعد كثره المباريات اللي كانت متراكمه علينا، مازال ان شاء الله في المقابلات القادمه غادي نعوضوا على هاد النتيجه هادي اللي حققناها اليوم. ان شاء الله. بالنسبه للغيابات اليوم ديال بوخنفار والمدن وجميل سمك، واش ماثروش على الحسنيه اليوم ولا الدراج؟ اش غادي نقول لك، في بعض الاحيان فاش كتكون عندنا كيكونوا عده، فاش كيكون عندك فريق متكامل تقدر تقول الكلمه ديالك. فبعض الغياب هذا ديال اللاعبين كيعاونوك في المقابلات، رغم ان كاين هناك لاعبين، كاين لاعبين اللي في المستوى اللي ربان في مقابلة اليوم ادوا واحد الاداء ديال اللي عليهم، ما صعبهمش الحظ. فان شاء الله كما قلتي غادي نمشيو نراجعوا راسنا، نراجعوا في المقابلات اللي قادمه ان شاء الله، ويرجعوا الدراري كاملين ان شاء الله، وغادي نحققوا واحد النتائج ايجابيه اللي نفرحوا جميع المكونات الفريق، خاصه الجمهور الكبير اللي كيتسنانا انه نرجعوا في سكه الانتصار ان شاء الله.